عندك تعبتين باللابتوب؟ شكو، كنت ابي شغله من جوجل ودورتها وخلاص لقيتها. جوجل ها؟ عندك اللابتوب مالك، عندك الموبايل، بس تعبين تعبتين باغراضي. ايش دعوه عليك؟ نزل لابتوبك عاد، كله صور اكل ومطاعم. يعني تعبتي؟ اي. ها؟ طمنت هي؟ والله ما يندرى عنك، هاب لي هبه هالايام بتدش بيوت الاوادب وتصور. هي ادش بيوت الاوادم اصور، هذا شغل شغل. ناصر تليفونك قاعد يرن. مو مشكلة خليه، أنا بعدين أدق عليهم. ألو؟ ألو مرحبا. نعم. عفوا هذا موبايل مصور ناصر؟ إيه من حضرتك؟ أنا كنت بتفق معاه على تصوير لقطات علشان المعرض مالي قرب. لقطات شنو؟ أنا أبي أصمم مايكروفتنز وحابة إني. لحظة لحظة. شو بتصممين؟ كافتنز. قصدش دراري؟ اي نعم، وعندي بعد هوت كوتورز. لا حبيبتي، هو يصور بس مطاعم، يعني اذا عندك مطعم كافيه تبيعين كيك، اما دراري وهالسوالف ما يصور، فهمتي؟ حابه اتعامل مع ناصر لان تصويره وايد 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 عاجبني. مشكوره، بس هو ما يصور دراري. لا والله. خلاص يلا باي. أقول لك قال لها كلام يعور. صدق صدق برا تشبدي بالكلام اللي قال لها. الحمد لله يا رب، ربي ينصرك. زين شلون مر طول اليوم وما قلتي لي؟ أقول لك فهد أمس كان عندي ما طلع، حتى الديوانية ما راح لها. الحمد لله الحمد لله، ترى فهد طيب وحبيب. أنا بالنسبة لي انحلت مشكلتكم. الحمد لله. وانتي بعد بدورة إن شاء الله يا رب مشكلتك تنحل بسرعة. لا أنا مشكلتي غير. الصدقين بعد ما طحت عليه كلمها بالديوانية يا لي لي فوق شو يقول لي. أنا مو لازم أبرر لك، شفت الوقاحة؟ واي الله يعينك. خلينا الحين من النكت، خل نستانس فيك. واي ناصر خلاص إيش فيه؟ يتلم صرقعة. إيه إيه أوكي. شكلها قاعد تهاوش مع ريحها. فج والله. لا طبعا حبيبي ما راح أنسى السالفة. إيه خلاص أمي على الغدا أنت فاهم. يلا أوكي. باي. قصي قصي قبل الغداء وليه هج هد البيت قولي ليش راح وبكرها عيشته لما يتسنع شيء بس خلاص حاد بسك مشاكل ترى حرام ريلك فقير طيب وهي تكفون ترى انا جايه اتريق واستانس وغير جو ولا ان شكلكم كلش مو ناطريني اصلا لا حبيبتي ابد تونا مسمين اي زين دام كذي عي طلبي لي عصير فريش ذاك اليوم سمعتك تقول انت بتسوي الرجيم أنا قريت حق دكتور يقول إذا قاعد تسوي الرجيم لا تشربون عصير فريش لأن في أكثر من فاكهة فيصير السكريات وايد إذا قاعد تسوي الرجيم لا تشربين فريش بدرية صلي على النبي حبيبتي أي رجيم أي بطيخ دياي وبطاط وجبن كل هذا ورجيم تعالي هني لو سمحت ولا اكسكيوز مي ولا اكسكيوز عربي إنجليزي اكسكيوز مي يلا حجي آخر واحدة ايش يا ولدي شبعت علشاني بس علشان تتغذى وتطلع من المستشفى الحمد لله شبعت يا ولدي اشرب الشوربة؟ والله ما اقدر يلا هذه اخر واحدة بس ما تدري يقولون شنو فوائد الجزر؟ ما اقدر يا جراح ما اقدر يا وليدي ما كليت شيء ما احب اكل المستشفيات الله يرحم والدك الله يجزي النعمة باكر اخلي الوالدة تسوي لك احلى لقمة تنسيك اكل المستشفى كله ما قصرت يمه يا جراح ما قصرت لا انت ولا الوالدة كلكم خير وبركة الا يا وليدي انت مو عندك جامعة انت اهم الجامعه لاحقين عليها لا وانا ابوك الجامعه اهم شيء دراستك اهم شيء في الحياه
روح يا وليدي روح، روح جامعتك يا رحمه الله. والله العظيم عادي، انت اهم. ما في عادي، انت الحين شفتني وطمنت علي، والدكتور قال كلها يومين وانا بطلع. توكل على الله يا وليدي، روح جامعتك. خلاص عيل، بس نتفق اتفاق. اذا احتجت شيء او تعبت تقول لهم يتصلون علي. حاضر. ماشي؟ حاضر يا جماعة. يلا. ما ادري. ما تشوف شر يا رب. مع السلامة. تحب الكعبة. مع السلامة. حياك الله. يا حق ده ابنك؟ لا يا بنيتي أنا ما عندي عيال، لكن هذا أعز من عيالي وقايم فيني خوش قومة. ربنا يحفظه لك. آمين. الله يوفقه ويرزقه وينول كل اللي في باله. آمين يا رب. بارك الله فيك يا بنيتي. ناصر خلنا نتكلم في الموضوع. ممكن تخليني انام؟ ويا ناصر عاد لا تقعد تكبر الموضوع، عاد ما يخلق الحين تقعد تزعل واسبوع ما انت حاكى، كبرنا على هالسوالف خلاص. ايه كبرنا على السوالف. عيل شو تسمين اللي يتعبث باللابتوب يتعبث بالتليفون؟ هاي سوالف كبار يعني؟ يعني مصممة ازياء ايش تبي داق عليك؟ وانت بنا عطاك الاذن تردين على الموبايل؟ لان قلبي كان ناقصنها وحدة. وشنو يعني وحدة؟ ما أنا كل زبايني حريم، شو المشكلة؟ يا حرام عليك شيماء، أنا من زمان ناطر تصوير الأزياء، ليش تخربين علي؟ أنا أقول خليك تصور أكل وايد أحسن. أنا طموحي أكبر من كذي، رجاء لا تتدخلين، لا تخربين علي، ترى أنت قاعد تخنقيني. عيل خليك نام بالصالة. هبلة هذه هبلة. تفضل حبيبي. تسلم عمري. الفيو ينن. صدق ودي اقعد ما اطلع من الفندق كلش. لين اجيبش مكان؟ فوق ما تتصور. واي فهد كان زين نقدر نقعد هني وما نرد الديره. كلها يومين ورادين الديره حق الدوام والروتين. اي والله. شو احط لك؟ على ذوقك اي شيء. اوكي. فهد ودي أسألك سؤال. سيلي يا روحي. فهد أنت صدق نسيت ريم؟ يعني أنا سألتك عشان أتطمن بس. فهد يعني احنا مسافرين عشان نستانس، ما داعي كل شيء تبين طاريها. ايش فيك؟ صح كلامك. زين يلا عجلي عشان نطلع نستانس شوي. حقري بعد حقري لا تردين علي موليه. كنت برد عليك بعد شوي. متى بعد شوي؟ باكر. ايش دراك اني هني؟ شفت سيارتك بالباركينج. كان تصفط وتنزل. طبعا. بشوفك.
كلها عصبت، شفت ايش سويت؟ كيفها؟ المهم شوف شنو يصير. بطاطس كاو كاو. بس خلاص. وبعدين خلاص عيب. ان شاء الله ان شاء الله. ايش في هذا؟ قعدت لنا قعدة. ايش سويت شفت؟ قوم خلاص جرح مصجي ابي ادرس يلا. ها. مصجي يلا. زين، عم بروح اقرا لي الكتاب. شنو هذا؟ لا 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 انت من صدقك بعد هذا اللي ناقص بتقلب لي البيت استديو تصوير. شيماء الله يعافيك عندي كم شغله لازم اصورهم واخلص. اي صور، انا ما قلت لك لا تصور، بس مو في البيت، روح برا في الهواء الطلق وصور اللي تبيه. بعدين تعال بقول لك، انت اذا باكر مليت من التصوير نفس ما انت متعود كل مره تهب لي بشيء وتمل، الاغراض والكاميرات هذول ايش بتسوي فيهم؟ يطيحون بشبنا. شيماء تدرين شنو مشكلتك؟ انك ما تحترميني. الاحترام قبل الحب، قبل كل شيء. قالوا إن الاحترام اسلوب حياة، لما تتعود عليه تجني ثماره. وقالوا بعد إن الاحترام يخليك تكسب أشخاص وبنفس الوقت تخسرهم بدونه.